بجنه عرضها السماوات والارض. يجزيك بها الاحسان. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ انت في النهايه ما تعطي، لا تعطي الا بعضا مما اعطاك الله سبحانه وتعالى، بعض مش كله، حتى بعض ما اعطاك الله عز وجل، وهو يشتري منك هذا البعض باحسان. وشتان بين احسان الباري عز وجل وبين احسانك. فانت لما تستشعر هذا المعنى في نفسك يبقى ينبغي ان تدرك دائما انك باحسانك انما تتلقى مقابله احسان، لكن انت احسانك احسان بشر، لكن هو احسانك احسان احسان المولى عز وجل. وشتان بين الاحسانين. فايه؟ فربنا سبحانه وتعالى كتب الاحسان على كل شيء، هو نفسه المولى عز وجل يجعل الاحسان في كل شيء. شوف خط الله سبحانه وتعالى الجمال، ما هو يعني هي مثلا الفراشه الجميله دي ممكن تؤدي وظائف في الدنيا دون ان تكون جميله، مش كده؟ الوجه الجميل والحسن يمكن ان يؤدي وظائفه البيولوجيه دون ان يكون جميلا، لكن المولى عز وجل جمل هذا الكون ليعلمك الاحسان. جمل هذا الكون ليعلمك الاحسان، هو اعطاك احسن شيء واعطاك اجمل شيء واعطاك افضل ما تتصوره في عطاياه ليعلمك كيف يكون الاحسان. فانت لما تيجي تعطي ما تعطيش البقايا بتاعتك، ينبغي ان تعطي وانت تعلم انك تضع عطاءك بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا بد ان يكون لائقا بمن تضع في يده، ان يكون لائقا بان يعطى الله سبحانه وتعالى. فهو ايه؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ انت تحسن وهو يحسن، ولكن شتان بين احسانك ببعض ما اعطاك الله وبين احسان المولى عز وجل بفيضه وكرمه وعظمته سبحانه. يبقى هذا هو الدرس الثالث في الدعوه الى الله سبحانه. الدرس الرابع والاخير هو اننا كمسلمين ومع تفرق مع اختلاف وتنوعنا هذا التنوع الواسع، هناك اشياء اساسيه تجمع للجماعات الاسلاميه المختلفه والجمعيات الاسلاميه المختلفه، هتجد بيجمعها عقيده واحده هي عقيده اهل السنه والجماعه، وبيجمعها اصول فقه واحده. احنا جميعا بناخذ من فقه المذاهب الاربعه ومن فقه اهل الحديث، ما لناش اصول خارجه، وهدفنا جميعا واحد وهو اقامه الدين، مش كده؟ كل الجماعات والجمعيات الموجوده على الساحه المتباينه الافكار الاصول بتاعتها واحده، عقيده اصول عقائديه واحده واصول فقهيه واحده وهدف واحد كلنا بنسعى اليه، وانما اختلفوا فيما بينهم في ترتيب الاولويات في العمل. هذا يرى ان العلم مقدم، لان عباده الله سبحانه وتعالى على جهل تؤدي الى ان الواحد يقع في الخطا، وهذا يرى ان اقامه الدوله مقدمه، لان العمل دون ان يكون دوله يعرض الناس للاضطهاد والمطارده ويضيق على الدعم، وهذا يرى ان اذهاب الناس الى المساجد لكي يؤدوا الطاعات والعبادات اولى، فيذهب الى الناس ويدعوهم الى المسجد ويقدم هذا العمل. هذا الترتيب الكل يؤمن بشمول الاسلام، والكل يؤمن بهذه الاصول الثلاثه التي تحدثنا عنها، ولكنهم يرون ان الترتيب يختلف عن بعضهم البعض. هذا الذي هذا الترتيب الذي نتحدث عنه وهذه المناهج مسماه مناهج التي نتحدث عنها كلها امور من الامور الفرعيه الظنيه، يعني ليست بقطعيات الدين. برضه علشان نفهم ما المقصود بقطعيات الدين، علشان الناس بتوسع دائره القطعيات لغايه ما هيخلوها كل تفاصيل الدين، لان القطعيات هي ايه؟ هي القطعيات التي لا يجوز للناس ان تختلف حولها، في اشياء لا يجوز ان يختلفوا حولها
فطيات في كتب المنطق بيقول الاشياء اللي هي التي علمت من الدين بالضروره، علمت بالضروره يعني ما يختلفش عليها الناس سواء من حيث ثبوتها او من حيث دلالتها. من حيث ثبوتها يعني هي تكون مرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم او القران، جمع كبير يستحيل ان يتلطف على الكلام عن نسبه من الابتداء الى الانتهاء. يعني لو احنا مثلا قاعدين مع بعضنا في مسجد وطلعنا نحكي حكايه حصلت في المسجد، هو جمع كبير لكن يمكن ان يتفق على الكذب لانه كانوا قاعدين مع بعض، مش كده؟ لكن لما يروي الحكايه 20 واحد ما لهمش علاقه ببعض خالص، واحد من مصر، واحد من تونس، واحد من الهند، واحد من الصين، وجم بيحكوا حكايه واحده شافوها هم ال 20، لكن هؤلاء ال 20 ما فيش بينهم علاقه، يبقى هؤلاء يستحيل ان يتوطؤوا على الكذب. يبقى هذا الذي يحكيه ال 20 قطعي، لانه العقل يقول انهم لا يمكن ان يتفقوا على الكذب. اما هؤلاء ال 50 او ال 100 لو حكوا حكايه العقل يقول يمكن ان يتفقوا على الكذب لانه يعرفوا بعضهم وقالوا مع بعض. يبقى احنا نقول ان من قطعيات الدين النص يثبت بهذه الصوره التي يستحيل ان يتوطأ اصحابه على الكذب، يبقى ده قطعي من حيث ثبوته، من حيث ثبوت نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني من حيث الدلاله، يبقى عندما نقول مثلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، فهناك من علماء اللغه من يقول ان القرء هو الطهر، وهناك من علماء اللغه من يقول ان القرء هو الحيض، والعلماء اختلفوا حوالي هذا المعنى. يبقى ده مش قطعي. ليه؟ لانه ممكن يكون من القرء ممكن يكون من الحيض. بلد. اما اذا قلت ايه؟ فجدوهم 80 جلده. 80 دي ما تحتملش انها تبقى 60 ولا 50، ما تحتملش غير رقم واحد اللي هو 80. يبقى هذا قطعي في دلالته على العلم. يبقى ده هو ايه؟ قطعي الدلاله. يبقى احنا نقول ان قطعيات الدين التي تثبت بصوره قطعيه من حيث ثبوتها وتثبت بصوره قطعيه من حيث دلاله الفاظها فهذه لا يجوز ان نختلف عنها. اما ما كان في ثبوته ظن، يعني يرويه عدد مش من الجمع يستحيل ان يتوضا على الكذب، او في دلالته ظن، يبقى يجوز ان احنا نختلف عنها. مش يجوز، مش مستحب، ولكن الطبيعي ان نختلف حولها. ما دام ظن، يبقى انت لك راي واجتهادك وانا لي راي واجتهادي. هذه المسائل الظنيه الاختلاف فيها اختلاف طبيعي يتلائم مع طبيعه البشر وفهمه. اختلاف طبيعي لا يعني هذا ان هذا صواب وهذا خطا، ولكن لا تستطيع ان تجزم او تقطع ان هذا صواب وهذا خطا. في صواب وفي خطا، لكن لا استطيع ان اقطع به. طالما ان هو في ثبوته ظن او في دلالته ظن. العلماء يقولون، او هو الحديث طبعا الاول بيقول ان من اجتهد في هذه المسائل الظنيه، من اجتهد فاصاب فله اجر، ومن اجتهد فاخطا فله اجر. يبقى الاثنين ماجورين، من اصاب ومن اخطا. خدوا بالكم، حيث ان الاثنين ماجورين، يبقى لا استطيع ان اقول على هذا انه مبتدع ولا انه ضال ولا حتى انه عاصي، ان انا في احتمال ان يكون مصيب. مش كده؟ الامام الشافعي يقول رايي صواب يحتمل الخطا. ما هو ما دام مسائل ظنيه، يبقى رايي صواب يحتمل ان يكون خطا، وراي غيري خطا يحتمل ان يكون صواب. انت لما تشعر المشاعر دي وتيجي تتناقش مع واحد، في فرق بين انك انت بتتناقش وهو عنده احتمال ان يكون هو الصواب، وبينك انت بتتناقش وانت مقتنع انك انت اللي قطعي صواب وهو انسان ضال بتحاول تهدي. في فرق بين الاثنين وانت بتتحاور. وانت بتتحاور مع الاولاني يبقى انت عندك احتمال ان هو يكون مصيب. فبتتناقش وانت في احتمال ان هو يكون مصيب وفي احتمال ان هو يكون صاحب الاجرين. مش كده؟ يبقى انت بتتناقش معاه ولست متهما اياه بضلال ولا انحراف. اما الثاني ان انت بقى بتتصور انك انت صاحب الراي الصواب المطلق،
وان هو صاحب الراي الضال المنحرف، وانك انت بتناقش مش علشان تناقش وتوصل لنقطه اتفاق، وانما انت بتناقش عشان تهديه من ضلاله. خد بالك طبيعه طريقه النقاش مع التاني مختلفه عن طريقه النقاش مع بعد اذنك. يبقى انت وانت بتناقش على الاخرين وتتعامل معاهم ينبغي ان تدرك انك بعيد عن قطعيات الدين القائمه على النص الثابت قطعا والظاهر الدلاله قطعا. انت تناقش واحد محجوب، دي اول حاجه، مش مبتدع ولا ضال ولا منحرف، وتناقش واحد احتمال ان يكون معه الصواب، يبقى لابد ان يكون الحوار في اطار ده. الحوار هو في الوصول الى الصواب منكم انتوا الاثنين، في الوصول الى الحق منكم انتوا الاثنين. فاذا اتفقتم فبها ونعم، وان لم تتفقوا فاعلم انه مأجور، فلا ينبغي ان تتهمه ولا ان تظن به السوء. هذا او لما انت هتحاول انك انت تقنع، ما اقتنعش يبقى لا ينبغي انك انت تتهمه او تظن به السوء أو تنكر عليه بخلاف الكلام والحكم. هذا معنى مهم لكي نستطيع أن نصل بالخلاف، أي خلاف ينشأ بين المسلمين وبعضهم، إلى بر الأمان. العلماء زمان كانوا بيتعاملوا بهذه الأمور، مذاهب أربعة معروفة، مذهب أهل الحديث بخمسة، مذاهب العلماء الإمامات والناس وتلاميذه، مذاهب الصوفية، لكن كل منهم يعذر الآخر، كل منهم يرى ان الاخر قد يكون مصيبا. هذا الامام احمد، هذا الامام احمد يساله احدهم: اتصلي خلف من رعف ولم يتوضا؟ يعني ايه رعف ولم يتوضا؟ ايه معنى السؤال؟ هو الامام احمد عنده ان يطلع نجاسه من جسمه ينتقض وضوء، سواء من منفذ معتاد او غير معتاد، يعني لو طلع منه دم يبقى وضوء انتقد، وضوء انتقد، وصلاة انتقد. بخلاف الإمام مالك، الإمام مالك عنده أن أن خروج النجاسات إن لم يكن من المنفذ المعتاد يبقى ما ينفعش. مش كده؟ يبقى اللي يرعى عند الإمام مالك يبقى صلاته يبقى وضوء صحيح وصلاته صحيحة. اللي يرعى عند الإمام أحمد يبقى وضوء انتقد وصلاته انتقد. فقال له الإمام أحمد: صلي خلفه من رعف ولم يتوضأ، يبقى الصلاة عند الإمام أحمد كده باطلة. قال: كيف لو صلي خلف مالك بن انس وسعيد بن مسيب؟ ما حصل مسائل فروع والاجتهادات بتختلف حولها ولكل له نظر، فايه فما نجعلهاش سبب للفرقه، ما نجعلهاش سبب للفرقه. هذا سيدنا ابو بكر مسعود لما سيدنا عثمان رضوان الله عليه صلى في الحج اربعه والرسول صلى الله عليه وسلم صلى اثنين، فرفض غضب سيدنا ابو بكر مسعود وكان كلام مخالف للسنه، فلما جم يصلوا صلى معاه: انت كنت بتقول كذا وكذا. قال: الخلاف شر. وصلى خلف سيدنا عثمان وهو بيصلي اربعه، رغم ان في راي سيدنا ابو مسعود كده بيخالف السنه. لكن هي مساله من مسائل الاجتهاد ليست قطعيه، وانها مساله ظنيه. هذا الامام الشافعي عنده قنوط الفجر سنن ابعاد يسجد لها سنه. الإمام الشافعي عنده قنوط الفجر يسجد له السهو لما يسوح، لكن كان إذا نزل إلى العراق ترك قنوط الفجر علشان ما يخالفش أهل العراق، ما عندهمش قنوط فجر أصلا. أهل العراق سيدنا أبو حنيفة ودعم ما عندهمش قنوط فجر، فكان إذا ذهب إلى العراق علشان ما يخالفش الناس ودعم لا يصلي إيه لا يقنط الفجر علشان ما يخالفش. مسائل اجتهاد عادية، أنت ليك رأيك وأنا لي رأيي، وطالما المسألة ما هياش قطعية يمكن أن أنا هذا محمد بن الحسن. محمد بن الحسن قيل له أن أنت هو توضأ من بئر وصلى بالناس، وبعد ما صلى يقول أن البئر ده مات الحفاظ. ومذهب الأحناف يرى أن البئر لو نزلت فيه نجاسة ينزح، فإن كان كبير ما ينزحش ويأخذ منه 70 دلة. بلد. فكده يبقى صلاته باطله على مذهبك، صلاته باطله ولابد ان الدين ده يمسح وبتاع. فقال ايه؟ ناخذ بقول اخواني من اهل الحجاز: الماء طهور لا يلبسه شيء الا ما غلب على الاوليه وخلاص. روح ايه؟
يعتبر الصلاه صحيحه والوضوء بتاعه ايه الوضوء بتاعه صحيح مش عارف ايه السلاسه وسعه الصدر وبقدر ما كان الفقهاء والعلماء بيتعاملوا مع بعضهم بهذه السلاسه وهذه الروح الطيبه بقدر ما كانت الدوله بتزدهر اصل الخلاف ليس شرا كله وانما احنا مندوبين للخروج من الخلاف لكن مش دايما بالمشاره وانما ممكن فالخلاف ده وسيله لايه للبحث في دقائق الامور يعني احنا انا كنا انا وانت مختلفين في راي نتناقش وانت تقول معايا وانت تقول وانا ارد فتطلع بقى كل خبايا المساله وتتعرف على تفاصيلها لكن لما نكون بنتبنى راي واحد انت مجرد ما تكون يقول لك انا كمان اكون بنفس الكلام خالص فيبقى الراي ايه واخدينه على السطح كده ممكن احنا لو جربنا في راي نكتشف انه غلط لكن احنا ما جربناش لان مفيش حاجه اسمها احنا مش مختلفين فالخلاف مش دايما شر كان الامام احمد يقول ان ايه واحد بيقول له كتبت كتابا في فقه الخلاف طلب الكون في فقه السعه في فقه السعه طور الخلاف دوت سعه ربنا يوسع بها على عباد المؤمنين علشان ايه يقلل بين الايه بين الاقوال وبين الافهام بالك يبقى الخلاف مش دايما بيكون شر والخلاف اللي شر اللي هو خلاف الهوى الخلاف اللي شر اللي هو خلاف التعصب الخلاف اللي شر اللي هو بيؤدي الى النزاع والقطيعه وكده اما الخلاف في المسائل الظنيه اللي تحتاج راي ورايك ليس شر لا بالعكس احنا نقعد نناقش ونحاول نصل مع بعضنا الى الاصوب والى الاقرب ونتعرف على دقائق الامور يبقى ليس دائما ايه ليس دائما الخلاف شر فاحنا الخلاف في خارج قطعيات الدين اصحابه مأجورين يبقى ينبغي ان نتعامل معهم هذا المعنى ينبغي ان احنا لما نتحاور معهم نتحاور ونحن امامنا امران الامر الاول ان هذا الذي يتحاور معه مأجور يبقى مفيش ما يستدعي ان انا اتهم بالبدع واتهم بالضلاله واتهم كده والامر الثاني ان انا ايه ان انا اعلم ان هذه مساله ظنيه قد يكون الصواب معه ده مش كده وبس ده هناك من الاصوليين من اعتبر ان بتعدد الاجتهادات تعدد الحق الامام الغزالي مثلا الامام الجويني اميدي وغيره يقولون ان الصواب يتعدد بتعدد الاجتهادات الصواب يتعدد او اصل هو الصواب جه منين؟ يعني احنا بنقول ان هذا الاجتهاد صواب وهذا الاجتهاد خطا جه منين من وجهه نظرهم؟ قالوا الصواب اصابه الله سبحانه وتعالى والخطا ما خطاه الله سبحانه وتعالى مفيش ايه؟ مفيش صفه ذاتيه من وجهه نظرهم مفيش صفه ذاتيه للفعل تقول انه صواب او خطا وانما الصواب ان ربنا قال ده صواب يبقى صواب ربنا قال ده خطا ده خطا فلو اراد الله سبحانه وتعالى ان يجعل الصواب واحدا من وجهه نظره لو اراد ان يجعل الصواب واحدا لان انزل نصوصا قطعيه تقول ان هذا هو الصواب لكن ربنا سبحانه وتعالى بدل طرح الامور ظنيه تختلف فيها الاحكام والاجتهادات يبقى يريد ان يقول ان الصواب هنا هو الصواب فهم بيروا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظه فالصحابه خرجوا فلما جاء العصر فالصحابه لما جاء اذان العصر قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ذلك لكي نبادر الى الخروج لكن ما قدش يحصل ان احنا نأخر العصر وفهموا خدوا مفهوم النص بالشكل ده وصلوا العصر والباقيين قالوا لا احنا نتمسك بظهر النص ونقول ايه ان احنا نصلي العصر هناك في بني قريظه واخر العصر هناك نص العشاء فالرسول صلى الله عليه وسلم لا انكر على دول ولا انكر على دول ليه ما انكرش عليهم من وجهه نظر الناس دي قالوا لان الاثنين عنده صلاه الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لم يجدوا ماء كانوا في الصحراء لم يجدوا ماء فتيمموا وصلوا بعد الصلاه وجدوا ماء فواحد منهم توضا وعاد الصلاه والاخر قال ان انا ايه قد صليت فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لواحد منهم اصبت السنه وقال للاخر لك من اجل مرتين بلك ما انكرش على ده ولا على ده وانما صحح فعل ده وصحح فعل ده وما دام الاثنين صحيحين يبقى الاثنين صح دي وجهه نظرهم برضه ما ايه فيه نصوص بالشكل ده
فبالتالي هو خذ بالك ليس قولا شاذا عند المصريين، وانما قول هو وانتصر له من العلماء، برضو علماء من ذوي القدر والقيمه والمكان. انما نريد ان نقول اذا كان هناك في صواب وخطا عند قول الجمهور الاولانيين، الا انك لا تستطيع ان تقطع اين الصواب فيهم، وكلا الاثنين مأتوف. اما هؤلاء فكلاهما صواب، يبقى كلاهما مأجور وكلاهما مصيب. فسواء تبنيت الرأي ده أو تبنيت الرأي ده، فأنت في الحالين مطالب بأن تعذر صاحب الرأي الآخر، سواء لأنه مأجور أو لأنه مصيب مثل ما أنت مصيب. فإذا كانت المسائل الظنية هذه هي الطريقة التي ينبغي أن نتعامل بها معها، فإن ما يحدث الآن بين أصحاب الاجتهادات المختلفة ليس من الايه؟ ليس من السنة وليس من الصواب، لأن هذه كلها اجتهادات في مسائل ظنية، فلا ينبغي أن تكون سببا للتدابر والتنافر، وإنما تكون سببا للحوار والاستخراج دقائق الأشياء. وبقدر ما كانت هذه الروح موجودة في المجتمع الإسلامي، كان المسلمون في أشد وأعظم أوقات الازدهار بتاعتهم، كان دائما الابتكار والبحث الجيد والوصول الى النتائج موجوده. اما ضاق افق الناس واصبح يحرك صباعه في الصلاه، يصلون صباعه علشان انت تجرات وحركت صباعك، واللي يرفع ايده في ولا يضع ايده على الثاني هذه، واصبح المسجد الواحد يبقى فيه جماعه واثنين، لان دول ما بيرضوش يصلوا ورا دول عشان كذا، دول ما بيرضوش يصلوا على دول ورا دول عشان كذا. واصبح اللي يقول صائم يجوز ان يزوجهم قياسا على اهل الكتاب، والكلام اللي كان موجود في كتب كتب المتاخرين من الفقهاء. لما احنا تناورنا تراجعنا هذا التراجع، وصلنا الى هذا التخلف وهذا الجمود، بدات الدوله الاسلاميه تضعف وتفقد هذا هذا الازدهار اللي كانت بتعيش فيه. الغرب ظل الى القرون الأخيرة يعيش هذه الروح الضيقة. دينهم وضعوه لهم القصص، واجتهادات القصص الجهلة كانوا يتكلسوا من حولها ويعتبروها هي الدين الذي لا ينبغي أن يفرقوه. وكم حرقوا من كتب، وكم حرقوا من علماء لأنهم خالفوا هذه الاجتهاد. وطول ما هم كانوا بالشكل ده كانوا في منتهى التخلف. فلما احتكم الدولة الإسلامية في القرن ال17 عن طريق الأندلس وعن طريق الصقلية، وبدأت أفكار المسلمين المزدهرة تنتقل إليهم، كان فيما انتقل إليهم هذه الروح الوسامة في التعامل مع الرأي الآخر. حتى أن مارتن لوثر سرق كل هذه الأفكار التي جيء بها المذهب المستنتج من عند المسلمين، ما عدا شيء واحد بس اللي هو التسليم. وحشى المذهب المستنتج بكم من الاحقاد ضد الاسلام والمسلمين علشان الناس ما ينتبهوش ان هذه الافكار اخذوها من الاسلام. لكن تستطيع انك انت لما تقلب تجد نفس الافكار. خدوا بالكم الكنيسه ظلت لغايه القرن ال17 بافكار الكاثوليك والارثوذكس اللي هي بتجعل رجل الدين هو ممثل المولى عز وجل في الارض. ما يعقده رجل الدين يعقد في السماء. هم بيقولوا كده، نصوصهم بتقول كده، ما يعقده رجل الدين يعقد في السماء. هو الذي يغفر للناس الذنوب، هو الذي يعرف ادق اسرارهم باعترافاتهم، وهو الذي يملك ان يجعل له مكان في الجنه او في الجنة، هو الذي يحرمهم من دخول الجنه، هو الذي يقرر دخولهم النار. هو رجل الدين لغايه القرن ال17 كان كده. ثم جاء المذهب المستقيم على ان احتكم الاسلام، بدا يحرره من رجال الدين ويفتح المجال للراي الاخر، واصطدموا بالمذهب التسويقي، وكان منهم مذابح بشعه جدا. لما بدات الروح تدخل في اوروبا، بدات اوروبا تزدهر وتتفتح. لما بداوا يتقبلوا الراي الاخر، لما بداوا يقلبوا في هذه الاراء و
لما أصبح كل من يريد أن يعبر عن رأيه يفعل ذلك دون أن يخشى من التحويل والتضليل والتفسيد والتكذيب. لما بدأوا يدخل هذا المعنى إلى قلوبهم أخذوا من الإسلام، لما بدأ يدخل هذا المعنى إليهم بدأت بلادهم تزدهر وبدأوا يتقدموا في الوقت اللي احنا كنا بدأنا نترك هذا المعنى ونتعلم. في الوقت الذي كان المسلمون تكلسوا حول أفكار اجتهادات علماءهم وجعلوا هذه الاجتهادات دين ويدوروا من حولها ويكفروا ويفسقوا ويضللوا الآخرين. لما بدأوا المسلمين يفعلوا ذلك ضاقت عقولهم عن الانتقام فتراجعت دولتهم وتأخر. أيها الأخوة الأحباب، الدين فيه قطعيات وليس كثيرة، كل بلد قطعيات في أصول العقائد، قطعيات ليست كثيرة في مسائل الفقه، قطعية السعي لإقامة الدين، هذه القطعيات التي لا نختلف حولها ولا ينبغي أن نختلف حولها. ثم يأتي بعد ذلك مسائل ظنية، سواء ظنية من حيث ثبوتها أو ظنية من حيث دلالة ألفاظها. إذا تحاورنا وتجادلنا في المسائل الظنية فاعلم أنك تجادل رجل مثاب، رجل مأجور، لا تجادل رجل مبتدع ولا رجل ضال ولا رجل منحرف. يبقى لما تناقشه تعلم انك انما تجادله لكي تصل سويا الى الحق، لا لكي تهديه من ضلاله ولا لكي تجذبه نحو الهدى، وانما لكي تصل سويا الى الصواب. اذا حاورته بهذه الروح فتاكد ان الضغينه والكراهيه والحقد لن يكون بينكما وانتم تضحكون. لا يفوتني قبل ان انتهي من هذه المساله مشكله كبيره يتداولها ابناء الصحوه الاسلاميه حوالين البيع. كل واحد ياتي براي جديد يتهم بانه مبتدع، وكل واحد يجتهد اجتهاد حديث يقال انه مبتدع. هذه مشكله منشاها اننا لم نحرر المصطلح، ما معنى كلمه بدعه؟ ومتى تكون البدعه ضلاله ومتى تكون غير ليس ضلاله؟ نحتاج ان نضبط هذا المصطلح علشان ما نقال ان استخدام المصطلح ده عاده ما يوجد قطيعه استخدامه ما يوجد قطيعه بين الناس. يبقى لابد ان احنا لما نستخدم نستخدمه في مكانه علشان ما نقعش في القطيعه، عشان ما نقعش في القطيعه ونحن نستخدمه في غير موضعه. الفقهاء عرفوا كلمه البدعه بانها أن تعبد الله بغير ما شرع. طب إيه الفرق بين البدع وبين المصالح المرسلة؟ الاثنين أمور مستحدثة. ما هو دي موجودة الناس الملكية طبعاً، أنتم ملكية. الناس الملكية عندهم مسألة المصالح المرسلة دي مسألة متسعة خالص المسألة. المصلحة المرسلة هي المصلحة اللي يشهد لها الشارع باعتبارها لا بالغير. هي أمر مستحدث لم يكن موجود في النصوص لا بالمدح ولا بالسلام. طب ما هي البدعة أمر مستحدث، يبقى ازاي نستطيع ان نفرق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة؟ البدعة في أمور العبادات والعقائد، والمصالح المرسلة في غير ذلك من الأمور. يبقى أنت لما تقرأ عن العلماء من العلماء من يقول أن كل بدعة ضلالة فاعلم أنه يتحدث عن بدع العبادات والعقائد. أما تقرأ عند علماء آخرين من يقول ان البدعه فيها بدعه واجبه وبدعه مستحبه وبدعه مباحه، يقول ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعه ضلاله وانت كل بدعه مستحبه. يقول هم يستخدمون اصطلاح البدعه بمعنى اوسع من استخدامهم لمصطلح البدع اليوم. يبقى اذا كانت البدعه في العبادات والعقائد فهي البدعه الضلاله الموجوده في الحديث. اذا كانت البدعه بمعنى المستحدثات من الامور فالامر متسع ليشمل البدعه وهيبقى امر مستحدث في الدين، امر مستحدث في الدين لكنه ليس من العبادات والعقائد. زي مثلا اما نقول مثلا جمع القران، جمع القران هو امر مستحدث في الدين لكن ما حدش يقدر يسمي انه ضلال. استحداث علم الفقه وحلقات العلم وما شابه ذلك هو امر مستحدث، ما كانش موجود علم الفقه كعلم لم يكن موجودا على العصر النبوي.
لكن امر مستحدث وفي الدين لكنه ليس من العبادات ولا الايه ولا الاعقاد. يبقى ايه؟ يبقى هذا يوصف بانه بدعه ضلال، انه يوصف بانه بدعه مستحبه، بدعه واجبه. فلك يبقى اذا لما اقرا ان العز بن عبد السلام نقل عنه النووي ان هناك بدعه واجبه وبدعه مستحبه وبدعه مباحه وبدعه مكروه وبدعه محرمه، لا اقول ان العز بن عبد السلام فهمش ازاي يصف البدعه ان هي واجبه ومستحبه. لا، نقول ان اصطلاح البدعه عند العز بن عبد السلام غير اصطلاح البدعه اللي احنا ايه؟ اللي احنا بنستخدمه. وانما اصطلاح البدعه عند العز بن عبد السلام هو امور مستحدثه، امور مستحدثه اذا كانت من العبادات والعقائد فهي البدعه الضلال. يبقى ده جزء من المستحدثات عند العز بن عبد السلام. لكن البدع عندنا تعريفها اوسع. خدوا بالكم؟ يبقى اذا انا لا ينبغي ان انا اتهم كل من استحدث في امور الدين بامر ان هو مبتدع. وانما المبتدع الذي ينبغي ان يذم والذي يستحدث في العباده او في العقيده شيئا. اما ما عدا ذلك من المستحدثات فهي مستحدثات نقيسها بقى على امور الدين. ان كانت توافق مبادئ الدين فهي البدع الواجبه والمستحبه، توافق اشياء قواعد واجبه يبقى بتبقى بدعه واجبه، توافق قواعد قواعد مستحبة يبقى بدعة مستحبة، توافق قواعد مباحة يبقى بدعة مباحة، توافق المكروه أو الحرام يبقى مكروه أو حرام. إذا ليس كل من يبقى الفارق بين المستحدثات الممدوحة والمستحدثات المذمومة. المستحدثة المذمومة التي تكون في العبادة والعقيدة هي أمر مستحدث في الدين على مثال العبادة يراد به الثواب. دي البدعة الإيه؟ البدعة الضلالة. لو أنت تقول حذفت على مثال العبادة يقول امر مستحدث في الدين بس، يبقى هذه يمكن ان تكون بدعه واجبه، ويمكن ان تكون مستحبه، ويمكن ان تكون مباحه، ويمكن ان تكون حرام، ويمكن ان تكون ايه؟ الامام الشافعي لما بيتعرض للبدع بيقول ايه؟ البدعه الضلاله هي البدعه التي تصادم اصول الدين. اما البدعه التي توافق اصول الدين